كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيد مجلس سويس 19 من مجالس شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي نبضد أن ددنا المصنف رحمه الله وفي بقاء المجمل غير مبين ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته ثم ستجيث مثلا باش سيد نشرح تحواجد نسفهم يوث تمثالت وزاليس ركزوا معايا مليح أما كدرنا مرارا علم الأصول يحتاج إلى تركيز كامل هذه كونسونتري بنادم مليح ذي القرآن إلا ما يسمى بالمجمل إلا ما يسمى بالمفصل إلا ما يسمى بالكلي أشو المعنى ما رديني ربي سبحانه ذي القرآن إناد وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أكون سقسيها كن مثلا إس كل يقيث في كيغد التفاصيل لبروسيدور الإجراءات الكيفيات أمشارا نطبق العدل لا جوستيس الجواب لا رب ديقار طبقت العدل ذايا مي الطريقة وتدي النار إجاز إن كن يكو تم خلف سي الوقت روايض ذي زيه إلا ومقارن القاضي الفرد قاضي مريح أدسنت القضايا يفصل ثقيد البنال جنائي ثقيد السوسيال اجتماعي ثقيد تجاري كوميرس ثقيد تريكا إلى آخره أكين غرض التاريخ السؤال مطروح يوسقين زمان خدمك لا يمكن إلاقة في الدل دونيث لو برينسيپ العدل هو ولكن طريقة تطبيق النص تحقيق المبدأ تختلف حتما لازم ثورا نسا ديالك الزرام التفضيل الجوج سبيسياليزي ديال البينال وقيد الشغليس ويض ديال الكوميرس ويض ذي لي زانفيستيسمون كل شوالاكي ويض ذي المواريث والأحوال الشخصية سي نورمال ويض القضاء الدولي يفهم تمثال على المستوى الدول لي كونفونسيون دول الاستثمارات لي زانفيستيسمون حصرة كل يوم دا شو الدومينينز سي نورمال خاطر يفدل الوقت أولا انتهى عهد العقل الموسوعي العقل الموسوعية يكفى زمان دايم ناون ديون واس ابن خلدون اسمس العلامة عند ترد تفض ذي السوسيولوجي علم اجتماع فور ذي الاقتصاد فور ذي العمران فور عند ترد الزمان كي قلا وني غاون ديار تشيوين بارمي وقاذي في الصغر سيدي أحمد ودريس
للأسف بن خلدون يتوسن ديال الموندونتي العالم. سيدي أحمد ودريس هذا يضرب بي في الناس بلك الكثرة جنس المن والسيناريو شو القيمس انسى بارمي لي بروموتور بارمي وقاذي الصغرن بن خلدون نغلق القوس العدل. إذن ثقي الشم ذي البيان الكلي إلا البيان المجمل. البيان المجمل المعنى يس جلوبال تظل في خنا ودي أربين دي صورة البقرة 110 وأقيموا الصلاة ثقي مجملة أمشار نزال ما شد ربي غدينان ذنفي يعني السنة في صلاة يسمى دي في السنة أمشار خمت كبات إحرام أمشار ترك عوض أمشار سجدوض أمشار يوك التفاصيل اللي قلت انت دينان ما تشيد الاجتهاد النغ جنس المن خاطئ إلا قد السنة غاتي ديفقنا السنة المجمل فدوها الغرسة كشوية إلا وثلاثة اسمس المفصل البيان التفصيلي ذا قيس التفاصيل إلا وانت تفضل الآيات ربي في صديق سنت التفاصيل يعني بالتفاصيل بلا ما نفكر تص أمثلة باش نربح الوقت خطر تصير صرجون ثورة ثم سلتك وتدور في المجمل وفي بقاء المجمل ذاقي العلماء في كان دستقسي أن دسمي موثن في صلى الله عليه وسلم إسكو يكون نصوص إلا ذي القرآن يفرث انتيد استفاصيل نغلا فغند ثلاثة نرايث الرأي مزوارو يناد النبي صلى الله عليه وسلم اسمي موث يفرى كل شيء ولش تمثل تلان جلوبال مجملة ذي القرآن إيجاز يفصلد كل شيء أماكن يفصل تمثل من صليف الصليف مفصلة إلا ودينا شيء مفصلة نسل كلش كل شيء إلا تظهرت الطحان تظهرت الفجر المغرب العام كل شيء الكسوف الخسوف تظهرت العيد العيد تم قرات العيد تم مشطوح ارنورنو الى اخره صارت الجنازه كل شيء سنيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلد كلش دي الزكاه كيف كيف الزكاه وغدينا 2.5% ربع العشر ننسى السنه وغدينا الذهب شحال يا اخي غنبدا سني وغدينا الذهب شحال وغدينا ربي شحال ذهب ربينا واتوا الزكاه زكيت مي امشي انا نزكي ذا شارا نزكي ذا شو وامي في قاعد يقول سنت ذوك ذي السنه خنا ذي الموطا الحديث رقم 580 في الموطا موطأ الامام مالك والحديث رقم 584 اكل احاديث تياض في كاع ذوك التفاصيل اي الحيج ويضيف جنس ذا الرسول صلى الله عليه وسلم صافي الا يون الراي شو دينا يناد اكوين اللان النصوص المجمله في القران بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية أو العملية أو التقريرية قبل وفاته أقفل ذهمة فريا كل شوال كامل كلها كلها نمس فهم إذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرأ كل النصوص المجملة يفقني ثنتيت هذا الرأي الأول. الرأي الثاني خطأ اللي انت ثمثال يموت في صلى الله عليه وسلم وثنتدي في قنارة الرأي الثاني وربا ذي خمش شوليس كنسيه وذي خدم لن تلمور في قيث انت سوا سوا لن تلمور جيث انت وكوكين يغفكيد كان معنا ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه ألف لام ميم شو المعنى يس ألف لام راء نون والقلم هم يسطرون قاف لن تصورك في ذنس الحروف أجي حرف مقطعة سورة مريم كاف ها يا عين صاد شو المعنى يس تجي ساعة تفسير ساعة كل حال مي لأن العلماء دينا تجي السر من أسرار الله المعنى يس الرأي الثاني إناد لن تمثال مجملة وثنتدي في جنار النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرأي الثالث ذا شو دينا
يفرق ير ألف وكذبة لان تمثال يشدن التكليف المسائل المتعلقة بالتكليف فصلها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته القولية أو الفعلية والتقريرية. أما المسائل التي لا تتعلق بالتكليف أو لا تتعلق بأفعال المكلفين فيها ما لم يفصل ولا يزال مجملا. وقلنا لك لا نسين الصناف إلا يون الصنف ذي النصوص القرآنية يكشدن التكليف في قدق كلها مفصلة أي نشدن الخدمة تظلي ذي رمضان ذي العشر ذي الحج ذي الأحكام المختلفة مفصلة فصلتها السنة. لانت مسائل النظام لا يتعلق بها تكليف السنة وانتي تفقنا را أن دا ثلاثة عكوس سيدنا موسى يلا يسكنوا في هذه السنة تبين عصا موسى والراهي لا يموت نزرارة أين الإشكال ذا شان خدميس ذا شان خدميس أصلا لو كانت نافس نخدم دي المتحف الميزي ذايا تاقي يحكي غدا ربي ثم شاهوت في مشوها غد يحكى يعني الأنبياء مع الأقوى من سن العبرة نغلا في كاس عند المعجزات ونسنا ديارة عند ثلا أصلا وراهي عصا موسى يا دران ناقة ثلغم ثنسينا صالح مزية ثم قرطان شتيلات ما يهمنا شاكل شوالي أصلا شان خدمي سنت هل يتعلق بها تكليف قصة أهل الكهف اسمه نسنحقه وقالناه إنهم فتية آمنوا وزدناهم هدى اسكو كان خملونكات إلا قد ناوي لافيلياسيون قد ناوي نون بارينو شخي مسنت أصلا الحوجارة شحال تمثال إديوسان ذي القرآن لا يتعلق بها التكليف ورشو دار الخدمة الخدمة النار أصلا ثقي يحكي سيدي ربي سبحانه نأخذ منها الدروس والعبر وقد أخذناها معجزات موسى نزرع ربي سبحانه أيد أنبياءه بمعجزات كثيرة سيدنا موسى في كاس المعجزات سيدنا المسيح يمسح أكيني غنوة كني يومي يمسح كان بعد يكرد بإذن الله يموت يمسح في الناس يكرد أنوة كني ولا ذا ذرغال يمسح في الناس سيدنا العيسى المسيح عليه الصلاة والسلام من بعد يغالي توالي يغالي صدي زاري ونخدم مارا لي زونكي تاقياكو ورثنت نحواج ونسقلي في اللاسنت وردوسنت ذي السنة مفهوم. فبالتالي إذن هذه من المجمل التي لا يتعلق بها تكليف ونحن لسنا في حاجة إليها ولم ترد سنة مفصلة لها. لذلك الرأي الثالث فرق بين أمرين: الأول ما تعلق به التكليف فقد بيّنت السنة النبوية التفاصيل قبل وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اثنين ما لا يتعلق به التكليف ففيه المجمل ولم ترد بشأنه نصوص تفصيلية في السنة. وهذا هو الرأي الثالث. العلماء ابن السبكي قوي جداً يعني اللغ مقر مليح وغدينا لو كان دم مسلمك انت روح ديريك تشو دينا. وفي بقاء المجمل غير مبين ثالثها الأصح. سينار وحر سليولي سليولي وراك رايح مش هدين ثالثها عندي لهم زرد السين
شي قرعه تغرض خطيره ان يغداك دي قارو كنت تسيك غير كل شيء يسمى كنا غدي قار لوريونتاسيون أغدي قار روح دغرم أتف مرة يمزوارو وأتف مرة يوسين إن تكون دواء كان ويستلا ثانيك صحان أرغورس قوة ثقية قرنا وينو ذان أذيافنا يوفا كي قرنا ستقبيل وينو ذان يوفا لعبد موري غلط في مسالك عند يزرع وثالثها اسم سيني او هذه سقطت لا لم تسقط اخدمت قصدا الم اقول لكم سادتي بان هذا الكتاب القيم وخلاصه 100 كتاب من علم الاصول خلاصه 100 كتب في علم الاصول وكان الاختزال في غايه الدقه والضبط والعمق وفي يقول المصنف وفي بقاء المجمل غير مبين ثالثها يفك ذا غد الرأي والثلاثة ودينا رمزوي والسين هاثاني غاونتيد الأصح هذا يعني يكون فيرميث في كيس القماش ويجيك صحان لا يبقى المكلف بمعرفته ذا غد اليوم شوالان اشتلاث المفروض ما يقولش هكا لا يبقى المكلف بمعرفته هي المفروض ديني أين دي قران غير مفصل هو الذي لا يتعلق بالعمل به ماشي بمعرفته المقصود هو العمل ذو الخدمة تجي فيه التفصيل أنه الناس يخنسي غلظاً يغلظ ثلاثة كي نمسفهم هاثان نمسفهم ثلاثة نروح سينظن والحق كلام المصنفة أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين ذا شو ثنت الأدلة النقلية الكتاب والسنة خطر لانت الأدلة النقلية القرآن كذ السنة لانت الأدلة العقلية العقلية والعقل دائما يسعى القيمة يونوريزي ما يريد يحبس العقل العقل دائما إلا لانت الأدلة فرطف تسقر صدق ذيون أصدفك الدليل من القرآن والسنة واصدر نظميم لزارجمون للوجيك المنطق العقل العقل يسعى ذي الميزان غالي جماعة الخير ذي الميزان سبحان الله الكاسه قد تفضاك اي مسرح ضاص الى قضيغ الى قضيغلي ماشي اللي يغريو الفيزياء لا فيزيك الى قانون الجاذبيه ما تفط الله يبارك لو كاسين اطلع يمكن يغسلين سيصوب يوذي غوال الى قريت غروال لانه الى هذا مكان اصين الي سيصوبت غير دي صوب الى قاد يصوب سلي لوجيك يحكم الامور ثورة والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين يبد قد يرني يبد فيرس ماشي في علماض صافي إذا قلت تقليله معنى الأدلة النقلية بمعنى آخر قد لا تفيد اليقين ذاكي ثورة ركزوا معايا مليح القرآن والسنة القرآن دليل نقلي السنة دليل نقلي القرآن من حيث الثبوت قطعي والسنة هل ثابتة هل هي قطعية من حيث الثبوت سؤال القائل للإخوة تفضل نعم القرآن ثابت ما معنى ثابت قطعا مع ضربه دينا كومبليا سي الآية الأولى مثلا قالوث وقي معي سي القطع ورد إن بالتواتر يبضغط بالتواتر الذي يفيد القطع السنة النبوية هل
ثبتت من حيث ثبوتها هل هي قطعية أم ظنية؟ شكرا. زيد كمل. المتواتر فهو قطعي. كمل كمل. ما زلت يظن الجواب بفيه. ما زال السؤال يتبان يسهل من سيوار. يلا تفضل. قضية العلماء كذا قيل خلاص يعني. لا لا معليش في خطر الأمة تهدرت والأمة شو ندير شغلك؟ فيسبوك يلحو ويجرنا الكار هدرناكم الدنيا ديت مسالاكي أي غير الدنيا غادي البداية المسألة دي شرحها ثم زواروث. يعني غادي نحوش كونسونتراسيون. فين غادي نشرحها كني؟ بالك هذه يعيشون 170 سنه في التسعين راه بالك هذه 47 دكتوره ما في التسعين 30 ان شاء الله كان لي وليا سي بو سان راه نحتاج الى سمحتي الصمت كامل والتركيز كامل ومازال نبدا غساكن كان ديماري صافي. السؤال قد في بسيطه يعني القران قطعي ولكن السنه فيها وفيها لك يهديني السنه قطعيه نعم دين دنا الوث مثلنا اين فغير ماشي لوا تفضل. ها يخطر أولاد السنة إن هو إلا وحي يوحى ربنا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معلش يلا هرنو استهدف. معلش الجواب بسيط الدينير السنة قطعية ثبوتا جملة من حيث الجملة كنت في كامل الإجابة من حيث التفصيل. أعيد السنة مثل القرآن تماما في القطعية ولكن جملة لا تفصيلا. إلا وري قبلا بلدين 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ودي في كارس ما كانش لا مستحيل نقلا من حيث النقل نصوص الوحي الآية واضحة ما ينطق عن الهوى إذن فقد نطق. ماذا نفهم من هذه ما ينطق عن الهوى؟ تبعني مليح لو كانوا تساوي ضرع 10 قواعد 10 الإسكانير جمت تفهم الآية 10 دلالة النص دلالة العبارة دلالة الإشارة لحن الخطاب فحوى الخطاب أثنين جمع ذاك وقاذاك إياك 10 باش نفهم الوحي صافي ما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالقرآن ونطق بالسنة ما نطق به قرآنا ثابت قطعا وما نطق به في السنة ثابت قطعا في الجملة لا في التفصيل. نعم نعم التفصيل ذين دنم سواسوا التفصيل دنم السنة المتواترة ثابتة قطعا والسنن الأخرى متفاوتة في الثبوت. ثلاث السنة الظنية في الثبوت خبر الأحد أحاديث الأحد ليست ثابتة بالقطع ليست ثابتة بالتواتر. ركزوا معايا إذن لذلك واش قال علاش يستخدم قد تاج الدين السبكي والحق معنى رجح كما قال قبيلة الأصح والحق أن الأدلة النقلية يقصد القرآن والسنة مقابل الأدلة العقلية قد تفيد اليقين. متى تفيد اليقين؟ دقي بانضمام تواتر أو غيره. أثني شما التواتر يعني ذا حدث بوال
ما استرمض التواتر فيرقى إلى مستوى القطع واليقين. إمدهن أو غيره، واش يقصد؟ يقصد الإجماع. راكم تشوفوا مثلا في الأدلة عشان دليل من القرآن، دليل من السنة، دليل من الإجماع. واش نديروا بالإجماع مادام هناك القرآن والسنة؟ لا، المراد بذلك أين تكمن قوة الإجماع في وحدة الفهم؟ ميل الصحابة مجمعا في يون الفهم، يون المدلول، يون المعنى. ذاك يصبح الإجماع، شوف القوانس يتفورتي فيه يتسكفوذ المعنى المراد. طيب أدرنو خيران تفاصيل صافي. من حيث الثبوت ثانمس فهم، السنة النبوية ثابتة قطعا مثل القرآن في جملتها، ولكن في تفاصيلها لا لا، هناك ما هو قطعي وهو المتواتر كما قلتم سادتي، وهناك ما هو ظني كما قلتم سادتي اللي هو خبر الأحد أو أحاديث الأحد والما دونها. فما ثبت باستفاضة خلاص فهذا متواتر. طبعا الحديث المتواتر بلغ أقصى حد درجة يعني اليقين كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذه رواية، رواية أخرى: من كذب علي متعمدا، فقصها فقصها يوث متعمدا يوث ليش متعمدا يسنت يسنت صحت. يلا ثم نروح من حيث الدلالة. من حيث الدلالة لا، كي القرآن كي السنة كيف 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 كيف، هناك نصوص في القرآن قطعية في دلالتها، وهناك نصوص في السنة قطعية في دلالتها كيف كيف، هناك نصوص في القرآن ظنية في دلالتها، وهناك نصوص في السنة ظنية في دلالتها. يعني استقبالي لنت اللايث المعنى سنت إيفان قطعي يون إيفان. ربي مثلا مدينا في سورة المائدة الآية رقم 89: فكفرت اليمين مدينا إطعام 10 مساكين. نمسفهم نمسفهم يعني يون ميلا يقول يحنث أذي الشش 10 يليلا، ماشي 7 ضنفس، ماشي 8، ماشي 9، ماشي 5 دفوة. إذا ما كانت نشتغ الفطور سنرنا غير منسي، لا لا أتشتغ 10 يليلا 10 ميخوسيون تكفرتي وتبضارة. ذا شو ليس الشكاك ذي قطعية في ثبوتها وفي دلالتها. نمسهم الخط أم بعد يمدينا ذا غيول زميرا ذي خلا ذي الشيء 10 يليلا أثني السلس يمور زميرا أثني السلس أذي يظم ثلثية بشار يظم ثلثية ثلثية. نمسفهمك يقيم ما يظم ثنت دوكلنت الله يبارك ما يسدوك لي ثنت ما يفرقي ثنت هذا يظم التنين الخميس أكو ذا التنين طايل فكفرتي سعادي كفرت اليمين. في قذقي آيات قطعية في الثبوت وفي الدلالة المعنى يسديون، ولكن لنت الآيات لا لا يأدفن المعنى الظاهر، أدفن المعنى نظام ذهني وكذا كيني وأحل الله البيع وحرم الربا قطعية مزمر غير ديني. ماذا تفيد هذه الآية؟ تفيد إباحة البيع وتحريم الربا، أليس كذلك؟ المعنى الأصلي مشي هذا كاع مشي ذوقي. ما هو المعنى الأصلي؟ من يجتهد ولو بالمعلش اجتهاد خسام الآية: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع والشراء ذي الحلال، الربا ذي الحرام. هل هذا هو المدلول الأصلي؟ ما شيء ذو المدلول الأصلي. هناك مدلول أصلي، ما هو في نظركم؟ يلا المجال اجتهاد. أيوة إذن ما هو المدلول الأصلي؟
يدع له خطر. والله غير تستاهل تشرب الماء ودعوة الخير أفكس هذه السوء يستاهل يعني. زمان سوسو جبتها سوسو هذا هو المدلول الأصلي. قالوا إنما البيع مثل الربا، قارن البيع والربا كيف كيف. وربي سبحانه ينسنا لا، وأحل الله البيع وحرم الربا. المدلول الأصلي إذن هو نفي المماثلة، ماهوش إباحة البيع وتحريم الربا، ماشي دواء هذا مقصود، ولكن هو ليس على وجه الأصل. المقصود الأصلي في السياق هو نفي المماثلة. وقال سيقارن كيف كيف، أمين زنوزون يتساغ البيع والشراء، أمين يخدم من الربا، أكين أكرض الله 50 مليون، أكين السكروغ 5% 5%، كيف كيف. أمين أكين يزنز يغض الطافلة يجي 10,000 أتيزنز 15,000، هادي كيف 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 كيف. فكي خطيرة الميل الغش يحسبن باللي الربا من تسام البيع والشراء كارثة ذاين، وهو الربا يحرم ربي ذي الآيات. قلنا أنت الآيات نظن إذا حرم ربي سبحانه. لقوم الإسلام ذي الآية 275 من سورة البقرة. نعم شوف كمل. بارك الله فيك. وبعدين إلى آخر الآيات ذاقي صافي باش نفهم أصوليا علم الأصول. يثمثن تلمو دقيق بزاف، سمحتي أدي سجمك الخيوط المخاك السجمين سواسوا ما نفهميث السجمين سواسوا هذو أنا خدمن نورمال لوجيسيال أدي خدم ما يكتب ربي سون فوت بإذن الله، ولكن ما سجمن لوجيسيال ما يلخذ خنشوك الدعوة كارتواك سي نورمال تقول شو قول تخلضك من بعد تخلض شو بوسا قلنا نخلض ثورة. يلا إذن الدلالة الظنية موجودة في القرآن الكريم، موجودة. ربي سبحانه مدينة يتربص بأنفسنا 3 قروء أرجز من فرث متوثيس يسعى الحقة تدير ذي فترة العدة أبي بريط رواما هي أقل نفس فهمك. فقد ربي سيدينا ذي الفايدة انتواشولين بيون يفقع يفريث متوثيس يفرياس فروني مزور اسم الطلاق رجعي اي غير سمان رجعي زعما سيدير زعما سيدير نورمال مبلا الشيخ مبلا مغارن مبلا كومتيد فيلاج مبلا والو والو سيدير اي غار ضربي كي خلق العباد يزرى هذا الفقعان هذا الزعفان هذا الرفون وكذا ان يا سنت سعام لحقتي درم نورمال سوا وال سين ثام غار داين داين خلاص. ولكن ذي لا بيريود هذه ذي المدة يجي ربنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة دقر حسبت حضرت غلظان أن بعد الله ينظن يتربصن بأنفسهن 3 قروء معنى ذي المدة يجي عادي إما عدت ما عدت كفى العدة العدة ممكن قصد عدة ربي يكا ما عدت تروى موا إفريسيون مثلا 1 جانفي من بعد 20 أفريل يبغى تدير مشكلة الناس تمطو ثاقي ذاين اسمي قاعدين 3 شهور ثغال ماشي رجعية ثغال طلاق بائن بينونة صغرى باش تدرض إلى قل خوف قا إلى قات قفل وذي قفل ولي ناس إلى قل فاتحة إلى قثع مامث وقيا كل أقل، ولكن خالوطة يضرون فيك والنورمال بعد سقوسة تدير عادي كيني كيني يا أخي وثب بضران جستيس يا أخي ولاش الجيجمون يوثل خالوطة اشتيلات أي غرف الدنيا هكا فأدنو غلما 3 سنداضي وغفر ذينا الآية يجي هي قطعية ثبوتا من حيث ثبوت قطعية
من حيث الدلالة ظنية، أي غير ظنية. إما مقصود الحيض أو الطهر، هنوي ثوريك ساعة الحق ذوان غذوة ما ثنضد شمضي ثعرف اللغة العربية الدينض ما الذي نستعرف دينض حضارة ثلاثة رجال ما ذير قزن إلى قد دينض بالتأنيث العدد ثلاثة ودقضر ثلاثة غلط ما تلاوين دينض حضارة ثلاث نساء إذا كان المعدود مذكرا يكون العدد مؤنثا والعكس صحيح تجي تعرف إلى قكا ثم نطف تعرف تجي القاعدة يجي أتنطبق في الآية يتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء صفي القرآن إلى قذيلي مذكر أنوي ذي المذكر ذي الطهر ذي الحيض ذي الطهر ذي الطهر ذي المذكر الحيض حيضة مؤنثة الطهر مذكر أطهار لذلك نند العلماء المقصود بالآية ماشي الحيض المقصود ذي الطهر وياض بند دليل من السنة سي الحديث بشدين بين المقصود الحيض وقيس على دليل لغوي وقيس على دليل من السنة لذلك مخالف الفقهاء لاختلاف السن قوة اختلاف العلماء قوة ستادير المث قوة المسنين بعد مخالفنا لذلك ثمسة لا يجي ظن سيني حريشن الشافعية والمالكية قالوا المراد بالقرء هو الطهر أما الحنفية والحنابلة قالوا إن المراد بالقرء هو الحيض أفلسني أفر جنسي تسمسني ونفهميت وخلاص مقل كان مكسولين صفي هذه الآية اللي سمعتها هي آية قطعية ثبوتا ظنية دلالة ملو كان يكدوغ الآية سورة النساء الآية 12 الآية 13 قطعية ثبوتا ودلالة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا بين قوسين هذا النقاش اللي راه مطروح الآن في بعض البلدان وفانا ديك شمم غل زائر يقارن أقشيش تقشيش تلقى ذا عذلون ذي اللي ريطاش سياد ميكي اللي سجد دا عشرين جقطارن بخال عشر عشر سجلت 100 مليار هذا وين 50 مليار لا لا سجي قطعية يا ودي قول هذه سوء فولن سقرش مش سقرش الديكس ذا قيث للقاعدة الذهبية لاجتهاد في مورد النص دي جميم ذي القانون هذه اللي يون ديريكتور أسيني اللي شاب سيرفيس أسيني كذا إلى التكست يقول التكست شو تكست تكستين داك النصوص أنو حال تكست نغلا ما إلا التكست إني فلو ما هوش واضح نغيلا فيد جوريديك ذي التكست إني ذاك ذي القانون صحظة الملكور سوبرام الاجتهاد اجتهاد القضائي اجتماع الغرف غرف المحكمة العليا طاس بوالي قلان ما إلا النص قطعي قطعي أم الآية ثقوم السلام قطعي لا اجتهاد ثقي قطعية أربين دليل الذكري مثل حظ الأنثيين مثل جذ 60 مليون أقششت قشيش تقشيش 40 مليون تقششت 20 مليون ذي أكدين أربين أما تسمور ثم تسمور ثم غمامة وإن كنا نساء فوق اثنتين إما تجذ سنث نغشفر إما سنث تقشيشين نغسنث تيستماثين في شقيقين نغسنث تيستماثين سفافاك في قذاقية وكذا وينت دوتير فلهن ثلثا ما ترك ثلثا معنى دوتير وإن كانت واحدة فلا نصف إما يموثيوني جاد يوث قليس يوث قليس أتسوي النص كل شيء النص 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 المثك فتريك
نفس واحد يروح الرياض ضرب بيدينا كا سيقي قطعي إما يموثيون يجاد الوالدين يموثيون نتساوق يموثن يسعى الميس نغي الليس أم بعد يجاد فافاس يماس فاشارة يورث فافاس أكو ذي يماس في ستة وروح عند ثفغيض 15 القرون أجي ذيون المعني قلان يون ماشي يون أكلمة يردوني بدليل ربي نات ولأبويه لكل واحد منهما السدس السدس معنى في ستة أنسيزيان مما ترك إن كان له ولد ذا ربي ناد ولد ودينا قشيش إن الدريا سبوسيز ما دي غرضية ولكن صافي ما يجد الميس أنسيزيام ولكن ما يجد الليس لا أذي روح الأين ثيران لا إن الولد أول كلمة ولد معنى قشيش ذوان غذوة يا إما تقشيش يا إما تقشيش لفظ المشترك يجمع الاثنين وبعدين وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه إما لا وقيم مثن إما سيليباتير عازب نغ يجوج ورس على الدريا أشو دين ربي فلأمه الثلث ذي مسألة وانتي ثلاثة إصافي بفاس أذيو الباقي أذيو الباقي خطر إما ستسوي الثلث فافاس أذيوي الباقي أكيد القرآن أكيد القرآن روح على ماذا الآية ثنقاروث من سورة النساء واش من الآية الأخيرة من سورة النساء عددها كام رقمها 176 صفي الآية 176 هي آخر آية آية الكلالة الكلالة ديجا ولقي كان الكلالة ديجا ونسى هذا الشغل ربي عند الكلالة ما معنى الكلالة أقرأ هذه الدلالة صفق هذه الموضوع ما معنى الكل أقرأ الآية قل الله يفتيكم في الكلالة ذا شو المعنى يس الكلالة تفضلوا أشرح كمل أرنو كان الشيخ ليس له ولد كمل إلا وين نظن إن لم يكن له ولد ما معنى الكلالة وقف غير السؤال دقيق نعم دي خصوصا الجواب خمي خصوص نعم تبوي مسيد مي يخص شو نعم للمرة الثانية من لا فرع ولا أصل أذي ليون أوري سعيد دريا أوردي جالفة فسلا جديس اسم لا يكلاك لا يكلاك خطر ما يموت جد فافاس نغي جد جديس ما تشيد الكلالة ما يموت ودي جالة كان دريا ما تشيد الكلالة وين يموت ولا شكا ولا شكا وردي جالة فافاس لا جديس وردي جالة ميس لا يليس لا ميس قلي لا يليس نميس لا ميس نميس أكي ذوقي الكلالة سندي سورة النساء الآية 176 صفي مدينة أو غيره واش يقصد غيره بانضماء والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين ليفهم هذه المسائل يفهم هذا الكلام وإلى سنة شو ثيو أنتج دين سبكي تفيد اليقين لا قد تفيد وقد تفيد القطع وإنه متروك أساساً يعني لم يذكره وقد تجاوز بعض المسائل الواضحة جداً من باب الاختزال واختصار وتحقيق الغايات والمقاصد بعد قد تفيد اليقين متى بانضمام تواتر تواتر قد يكون سنة عملية نقول لك الآن هيئة الصلاة الآن وردت بالسنة القولية والسنة العملية خطتين سوالين مدن ولا نبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي من هنا غمد لا إنكار لا في القبض ولا في السدل في كل مرة أذكر هذا الأمر على هكذا رفعني الحرج لا إنكار خطر هذه مما يرى هذا سؤالين إلا ويثوى لم يزولك ولاش إن سؤالي وكذي الزيك تظلنك وكا يكو يا أخي نمس فهمه ولاقي 48 ولايات
ماشي كان الجزائر تيزوز بومرداز، لا 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 كاع 40 ولايه زانكا ميم فوق الخارج تفضل العجب كيف كيف هكذا غيجوز كيجوز. ثبتت احاديث صحاح بيقين وكيجي ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يفرشوا يلا ثورا نكمل. يكمل المصنف قال المنطوق والمفهوم ثريشم ذي دلالات الألفاظ، هذه مباحث لغوية بحتة ولكنها مهمة. المنطوق والمفهوم باش نستفهم وقلق الدليل. المنطوق ما دل على معناه نطقا في النطق. المفهوم ما يمكن أن يفهم بالدلالات المختلفة كما سيأتي البيان. لو كان نطف مثلا قول الله تعالى ما دينظ المنطوق قبل دغر الآية هو المعنى الذي يفهم من دلالة اللفظ قطعا. أربي ند مثلا في الوالدين فلا تقل لهما أف. أنت دوس الآية سورة الإسراء رقم الآية 23 رب دي قاري الدريا حذر ثلاث سنين ميم ولا نون أف أف هكي سمش طخت مليح هذي نتقيون أسيني ميس روح أدو ضيفكي أسيني أف أبرسي ناوي داوت أف هكي سين تردي ممنوع وكي ممنوع صح. أما إذا فاثنغ ما يمثنغ يا الله هيا ثمثن ثلاثوني قرن أوفي لقاتيكس يلا. منطوق هذا النص ماذا يفيد؟ المنطوقة إلى المنطوق إلى المفهوم. المنطوق المفهوم أدوى استقبيت خير ما رشيني اسمحي باش نفهم ماشي خير باش نفهم ما فرع ذا توث ظاهر ذا شو تفهمه ما فرع ذا توث يا اخي مش فاهم يا اخي قبيل ديوث الشيخ هذا مثل بقبيلي رائع ما فرعد كي طرعد صبشتا يعني المعنى الدلالي نتاع هذا المثل هذا هو. ولكن لو كانت ولديون يموت سوين عزيزا تحرك تاسا فنديم طاون السند اكا ما فرعد توث فرعذ ثسا فكده يمطون لهوى ذمان يمطون ذمان مثل القبيل نزي سنن الأصول الطريقة الأصول لقينا القبيلي تروح النار الهدف مباشرة ذي المثولة كل القبيلي تقريبا ساعة دلتاقي عشان يعني ثلاثة ثلوفة السنزافن. ما معنى السنزافن؟ قريحيث ذث مثان مرم خلفا أدفض مثان داخل بخام ذكر القرة القرة ذيريت مي داخل بخام سنزاف الغلا أرنان ثايض ذي الحفاف لم يكشف خطيرة خطرة حبيب وكذو حبيب الشركيث من الفاضنة 20-30 سنة مي مخلف أتجب مثلا سوالك جرنانا ذي الانترنت أتجب ذن دوسيوات الرجل هذه رحم بابك تلقى واحد كي يختلف مع صاحبه يفضحه في الجرنان وفي الانترنت يقول عندي الدوسيوات عندي بطولة زعامة رجلة منين دبت الدوسيوات هذه منين لو كان ماشي المحبة منين تجيبهم منين حيط يلا تقدر تخترق الحيط ما تقدرش اسمحوا لي على هذا الموقف خطر أمر محزن ما مخالف الأحباب القدم يصار يصار دين أغلق صدقة أثفرة
تلاقاو يوم القيامه ولا في راك راسي مي يكشف ديريت شي سبوسي قبيلي تزيك ساعة المقاصد هاكي تلعجب كمل ثايض سينا ثغاث قواتر تسلافة سيدينا سمي عظم ان شاء الله وني فاني سوال ما سيديني صافي الى المعنى سمحتي الى المنطوق ما فرعذ اسوث المنطوق ذوا معنى ما فرعذ الرعذا في جناوث ادفك له هو هذا منطوق المفهوم حسب السياق ما فرعذ اسوث فرعذ ثسا فكت امطو هذا مكان اي السيلان ذاك السم ذا شو كيران ذا سنان إيرس ماشي ذا سنان محال السنان نفهم سنان الشوك وقي منطوق المفهوم ذينك خدمك نيلس ذيني شرح بارك الله فيك ذا شو القاسم المشترك أماكن درنا مصرع ذا سوث إيك شرك اللهوة أو كذي مطاون ذمان ذمان إذا جي أسنان إجرح أول إجرح الشرح يذ مثل وايض الجرح يقاز يحلو يروال يقاز يرنو أي السيلان ذاك سون ذا شو كيرن ذا سنان صافي المعنى يس إلى المنطوق أين دفع إلى المفهوم ربي مدينا سورة الإسراء ولا فلا تقل لهما أفين أفين أجي الآية 23 من سورة الإسراء ماذا تفيد هذه الآية في المنطوقة تفيد تحريم ماذا التأفيف هيا الزمر يولاكيني إنك جامع سينغي مولاني وأوف ما أدخذ ماي النظام يرمس لاي ثيثا أثيسي وضع الله جوستيس أنا أميه أخيني كيني خلفاء القرآن ربي قال ولا تقل لهم أفين أنا لم أقل لهم أفين ويلو تفاص كان عكوز شوف غاز دي الكارطة الصوت الله جوستيس ذايا إيش استينيض استينيض المنطوق المنطوق أف حرام ولكن ما دياس المفهوم أديك شمل العقل أنديل العقلي ما يلا أفاقي دي جان أنتيردي صافي وياض أنتيردي أنتيردي أس مش قرنا كني ما لا نهاية لا فيني بارك الله من باب أولى فإذا حرم التأفيف فغيره محرم من باب أولى صافي تحريم التأفيف مفهوم المنطوق هذا المنطوق أما المفهوم ذين مثل نمس فهم يلا ثورا نروح المنطوق أنظر شو ديننا ومخلوقاتي يعني ابن السبكي الفلس يعفر بي المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو نص وهو نص غدينا راه كلش باش غديني هو المفهوم ذا شو قلنا داكس الا ذيك ستصل الامور الا ذيك النص الا ذيك الظاهر الا ذيك المفسر الا ذيك المحكم هو رضعا إنسان يغد كانسين ينغد النص أو الظاهر ندوه هو نص لماذا ذكر النص لأنه أعلى الرتب أعلى مراتب المنطوق هو النص أي نديوسان ذي النص الذي لا يقبل إلا معنى واحدا يون المعنى كان فقط هو اللي قال قال المصنف المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو نص نص ودينار ثياضة إلى المفسر ولا الظاهر ولا المحكم خطر لين تربعة لأن المنطوق الألفاظ هذه متفاوتة في دلالتها وضوحا مبذل الوضوح إلا وين فان إلا وين فان مليح إلا وين فان إلا وين فان مليح إلا وين فان مليح مليح إلا وين يقبل
وقيفان وقيفان مي أنو يقصد غذوان غذوة على حسب السياق ما سينظر الفلاني سمحتي والله هارديزم اسكو غاديزم يعني اختارد الشجاعة الشجاعة كينا يعني الشجاعة هذه الشجاعة المعنى يسبد وصف ذي ونس الكوراج الشجاعة هذه الله هارديزم القاسم المسلم الشجاعة الشجاع اضغط نشبه نحو نشبه بالأسد سيزم ذايا كان ذاغ ثمطوثة سنة ثسدة قرن ولاقي ثسدة تسدى تسبطوث ماشي تسدى مثل معنى تشكر ديوان وكذا يدف ضرس أسين ضفاني والله هذا ذرار الثبات الذرار لا يزلزل الذرار واتي حركة وذرار أسين ضفاني والله هذا ذرار كنا يثمث المجاهدين الثورة أسين ضفاني يسعى الكوراج ذا ذرار صبر بلك الله ويض قبل السخ من ترسيتي يأتي ولي كان ترسيتي كنت الصابون كيف نخدم ترسيتي الصابون أمان أسين رجوث أجل الصابون ترونكيل ثورة كن دينيغ أون ديتاي مي وايض نظن عادي وايض نظن يسعى الكوراج الله يبارك ثابت ثبات الجبال الرواسي إذن وهو نص بعد شو دينا إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد مدين ذكاي يعني زيد يعني نص ولكن ما يليون نصين زيد معناه هذا هو المقصود لنت الأدلة النظام أم بعدين ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسدي ذقي الألفاظ الواضحة لنت أربع درجات إلى النص إلى الظاهر إلى المفسر إلى المحكم ولكن المصنف يركز في سين النص أكد الظاهر النص لا يحتمل غيره يون المعنى أما كسم الآيات الموارث وكذا إيفان من ضرب السدس سدس الربع الربع ثم ثم بين نص نصا وقيل معنى إيس ولكن الظاهر إنه هو أيضا واضح ولكن ممكن يحتمل معنى راجحا ومعنى مرجوحا ممكن يحتمل معنى حقيقيا ومعنى مجازيا مثلا دي التشبيه التشبيه ما كان قارن للأدب إلا التشبيه الضمني إلى التشبيه التمثيلي إلى التشبيه البالغ ما رد مثلا أدينيض محمد كالأسد شجاعة محمد مشبه الأسد مشبه به كاف التشبيه أداة التشبيه شجاعة وجه الشبه من المالي تشبيه بليغ إذا حذفت أداة التشبيه وحذف أيضا وجه الشبه أديض محمد أسد يروح الكاف النيت يروح ذاقي صافي ذاقي إزمر ذي السياق أسيل القارينة بلي المقصود ماشي ذي زم أو ذي بنادم أسين الفلاني الله يبارك أم يزم جيون شغل كذا 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 غد حكوضة دين الفلاني أم يزم شو المعنى يس نسا ماشي ذي زم نعطيك واد دين الفلاني ذي زم يقوفل كذا وكذا ذي زم ثيك واد شعال تمسولة يعني ورعني أخام ذي السولة ذي القخامة كذي البطيمة أسفضي ونقوف النار الني ذيزم يقوف أشعر نار الني ذيزم باش أدير المشال ما دين أمل معنى مجازي ماشي معنى حقيقي صافي ذي السياق قد يكون المعنى المرجوح هو المقصود لأنه الراجح هو المعنى الظاهر أسد أسد ذيزم ذيزم بادم ذي بنادم جمع ذي غال بادم ذيزم ولكن تشبيه التمثيل ذا الشكر الشكري ونسيني أدن وصف الكوراجي نسنا كذا كذا ذايا كان أسين ضفاني كالريح المرسلة يتسازل ماضو ماشي ضاضو تشبيه كان يعني يتسازل ماضو
هذا ما كان المعنيس الذي تقضيلي الذي تعرف في كذا قيد دلالة الألفاظ يعني دلالة الألفاظ يلا ثوران ذقي إنك ظاهر إن احتمل مرجوحا إن احتمل مرجوحا كالأسد أي رأسي دي بوغي المثال أجي بشغديني أحيانا يرجح المعنى المجازي لقرينة فالمعنى المرجوح هو المقصود للظاهر ولكن مولش القرينة دائما الترجيح يكون للمعنى الحقيقي لا للمعنى المجازي ثورة أدنوي الآية ندنو الأروس وأحل الله البيع وحرم الربا الآية 275 من سورة البقرة الآية كيما تستغرض أتفهمض باللي ربا دي قار البيع والشراء الحلال الربا الحرام وقي الظاهر معنى الآية قي هذا هو المعنى الظاهر يعني هذه الآية تدل على معنيين هما تحليل البيع وتحريم الربا ولكن السؤال هل هذا هو المقصود الأصلي لا لا الظاهر ذا يدلناكني ولكن المقصود الأصلي ما تشيذوا كما قلنا قبيلة هو نفي المماثلة مثلنا إنما البيع مثل الربا ربي ريسم إناس لا يمكن التسوية أو المماثلة بين البيع والربا وأحل الله البيع وأحرم الربا ذقي الفهم هذا هو الظاهر والسلام عليكم ورحمة الله.